صادف شهر أكتوبر الجاري الاحتفال بالتوعية من سرطان الثدي، ونظرا للدور التضامني الذي يلعبه الإعلام في الدعم والمشاركة في كافة الأنشطة الاجتماعية والخيرية ودورها في تعليم وتثقيف الجمهور، أقامت إدارة العين مول حملة العين مول للتوعوية الخاصة بسرطان الثدي والتي تعنى بمساندة المصابين بهذا المرض أو بالمرضى، بالإضافة إلى زيادة التوعية بأهمية الفحص المبكر. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير أيمن مصباح. في إطار الدعم المتواصل للتوعية بسرطان الثدي، تنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق 31 من أكتوبر من عام 2014 الجاري في تمام الساعة 9 صباحا مسيرة العين مول الوردية للتوعية بمرض سرطان الثدي، والتي ستقام بمشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع من الراغبين في إظهار دعمهم ومساندتهم للحملة التوعوية بمرض سرطان الثدي، والتي تعتبر الحملة الخيرية الأطول والأشمل من نوعها والمخصصة لجمع التبرعات ومساعدة مرضى سرطان الثدي، وذلك من خلال بيع التذاكر التي سيذهب ريعها لجمعية أصدقاء مرضى السرطان. وبهذا الصدد كان قد أقام العين مول وتزامنا مع الاستعدادات لاستقبال اليوم العالمي لسرطان الثدي عروضا للتزلج على الجليد، حيث استعرض 14 متزلج من فريق صالة تزلج العين مول مهاراتهم في عدة فقرات متنوعة والتي تراوحت أعمارهم بين 5 و15 عاما، حيث أذهلت مواهبهم زوار العين مول. أنا عندي بطلة عيناوية. أنت شو اسمك؟ ميثا. ميثا منو؟ ميثا أحمد علي من حي مظهري. والنعم ميثا، أنت اليوم شو قاعدة تسوين هني؟ سوي عرض. عرض شو؟ سكيتنج. جري، سكيتنج، خيول، شو؟ خبريني عن العرض هذا. سكيتنج. سكيتنج، زين، أنت من متى تتدربين على السكيتنج؟ من سنة ونص. سنة ونص؟ وصلتي مرحلة أنت مرتاحة فيها؟ احنا اليوم كمان صالة التزلج حابين نقدم دعم لمرضى سرطان الثدي، فعملنا لهم عرض على صالة التزلج. احنا في عندنا مدربين، في عندنا 3 مدربين خبراء في التزلج، كمان عندهم شهادة التزلج الآسيوي. في عندنا مستويات للتزلج من اول المبتدئين لحد المستوى العاشر. هذا العرض احنا قدمناه خصيصا من 15 متزلج من مدرسة العين مول، هذول حابين يقدموا دعم لمرضى سرطان الثدي، فاحنا اليوم قدمنا هذا العرض. اذا تتيح هذه الفعاليات التي تمثل اهم حدث في حملة التوعية بسرطان الثدي لسكان الدولة فرصة الاجتماع وتكثيف الجهود لمحاربة مرضى سرطان الثدي ونشر الرسالة السامية، والتي مفادها أن الكشف المبكر يساعد على إنقاذ الأرواح.